فيلم ماد ماكس هو واحد من الأفلام المجنونة اللي فعلا استمتعت بكل دقيقة فيه. فيلم فيه سيارات مجنونة وما فيه سيارة واحدة طبيعية. طبعا زي ما احنا متعودين خليني احكي لكم عن 10 سيارات ظهرت بالفيلم. طبعا اندمت بعدين لانه هذا الموضوع فعليا غلبني بسبب شح المعلومات والفيديوهات، عشان هيك بدكم تعذروني انه ما رح استخدم فيديوهات كتير، حستخدم صور اكثر عشان ما بدي انطقع سترايك من اليوتيوب، وتعرف استخدام مقاطع من الفيلم مشكلة. حضر فنجان قهوتك واستمتع وادعمنا بالاشتراك. معكم محمد عقل. دوت شارجر 1971 كارل توب نمبر 1. هاي السيارة فعليا متوحشة بدون اشي، لكن بالفيلم تحولت لسيارة ما بتشوف قدامها. صحيح ما كان عليها اسلحة كتير، بس على الاقل كانت سريعة لا تهرب من باقي السيارات. السيارة في الاساس هي سيارة دود شارجر موديل 1973، معدل عليها التعليق لتصير ضخمة، وركبوا عليها عجلات قياس 39 مع شوية رشاشات على الداير، فتحولت لسيارة يعني برية من الاخر. محرك السيارة هو V8 7200 سيسي بولد 280 حصان. طبعا هاي مواصفات هي مواصفات للسيارة الاصلية، اما بالفيلم كانت معدلة، لكن ما في معلومات دقيقة عن الموضوع، لكن يقال انه محرك السيارة اللي بالفيلم بولد 600 حصان. فاير كار نمبر 3. هاي السيارة كانت مهمتها انها تولع الجو، لا حرفيا يعني كانت عليها مدافع حارقة وقصص بتخوف. بس لا تستغرب لما تعرف انه هاي السيارة المخيفة كانت في الاساس هي فوكس بيتل، او اللي احنا بنعرفها للخنفسة، سيارة الشعب اللطيفة. هاي السيارة فعليا جابوها وعرضوها لكل انواع التعذيب والتعديل لتحويلها سيارة ما بتشوف قدامها. من ناحية المحرك، السيارة تم تعديل محركها لتصير حاملة لمحرك V8 بولد 500 حصان وعجلات امامية مرسيدس وشاحنة في الخلف. هاي السيارة حسب تصريحات المخرجين كانت سيارة خطيرة جدا، حتى في التصوير كانت يعني الناس مش مرتاحين معها، تعرضت لمشاكل كتير، وخصوصا انها كانت تحمل بنزين لاشعال الناس اللي كانت تحاربهم. ففعليا سيارة من الاخر كانت قنبلة ماشية على عجلات. نيكسوس كار. يعني بالفيلم لما تطلع على هاي السيارة بتلاقي أكتر واحدة هيك كيوت وشكلها أقل خطورة. هاي السيارة مبنية على سيارة شيفروليه 5 ويندو كوب موديل 1934. تم تصميم بالأول السيارة بشكل مطلي بالأسود مع رسم جمجمة على الأطراف، وبعد ما خلصوا تصميم السيارة طلعوا فيها هيك حكوا لك وقال لك شكلها مش كتير يعني مرعب، فيلا شيلوا كل شيء اعملوها هيك مطعوجة وما كلها صدى وملت عن شكلها. تم تصنيع 4 سيارات لتصوير الفيلم، واستبدل المحرك الأصلي أكيد بمحرك V8 توين تيربو بولد 500 حصان عليها اطارات ضخمه تكون للطرق الوعره. واحده من ميزات السياره المهمه كان فيها انه انت بتقدر تقود بالجهه المعاكسه ومباشره هيك بتلف الكرسي امورك تمام. طبعا هاي الحكي بس بالنسخه اللي بالفيلم. دوف واجن. هاي الشاحنة كانت من أكثر الأفكار فعليا المجنونة بالفيلم، يعني هيك عليها أكبر سيستم صوت في العالم، يعني بتخيل لو واحد لو ناخدها عنا بنصير نلفلف فيها حوالين مدارس بنات. تم إطلاق لقب آلة الروح المعنوية، وكان دورها أنها تحشد القوات وتخليها جاهزة للمعركة، وأيضا كانت بتمثل شكل من أشكال الحرب النفسية، أنها تخلي الأعداء يسمعوا الصوت من بعيد وقصص ترهيبه هيك. تم بناء المركبة بالأساس على شاحنة مان كات A1 بتدفعها 8 عجلات. مرأت المركبة طبعا بكتير تعديلات حتى أخذت شكلها اللي احنا شفناه. تعتبر من أكثر المركبات المجنونة اللي تم تعديلها بالفيلم، وصفتها شركة وارنر براذر بسونيك كارميجدون. كانت السيارة إشي هيك غريب، لازم تشوف فيلم تفهموا عليه. طبعا كانت بتمتلك أكبر عدد ضخم من المكبرات الصوتية. بالأساس المركبة الأصلية بتمتلك محرك V8 تيربو حجمه 12600 سيسي بولد 360 حصان و2300 من عزم الدوران. The Interceptor. هاي السيارة بالأساس مبنية على فورد فالكون جي تي اكس بي موديل 1973، واللي صمم السيارة هو المدير الفني للفيلم اسمه جون داودينج، ما بعرف ليش بدكو اسمه، والشركة اللي اشتغلتها اسمها جراف اكس انترناشنال، برضو معلومة ما إلها لازمة. وكان من المفترض تكون في بدالها سيارة فورد موستنج، لكن تكلفة السيارة كان بالنسبة لهم انه لا بلاها، يعني تكلفة زيادة وهيك هيك على التعديل مش حيبين بالأساس شو هي السيارة. بعد ما انتهوا من تصوير اللقطات للسيارات انعرضت للبيع، لكن ما حدا اشتراها وتركوها شوي، بعدين رجعوا عدلوها لتصير
مناسبة للطرق الوعرة واستخدموها مرة تانية باسم جديد اللي هو ريزر كولا. بتمتلك المركبة محرك 8 سلندر عليه توين تيربو بولد 600 حصان، طبعا ناقل حركة يدوي 4 سرعات، مين بده ناقل حركة أوتوماتيكي وهو بنص حرب. حاليا السيارة بمتحف ميامي للسيارات. بيكفوت، هاي السيارة هي عبارة عن غلاف شاحنة دوج فيرجو، تم استخدام شاحنتين حقيقيات بتصوير الفيلم، معدلات ليصير في مساحة بالخلف وقادف لهب ومسدس ودرع حماية وقصة طويلة. الشاحنتين بيمتلكوا محرك بيج بلوك من شيفروليه، سرعتها القصوى كانت توصل 120 كيلومتر في الساعة، وبعد الانتهاء من التصوير الفيلم تم تجريد المركبتين من التعديلات اللي كانوا مضافة إلهم وعادتهم لأصحابهم، لأنه فعليا كان في إلهم أصحاب معدلينها وهم بس أخذوها استخدموها في الفيلم. جيج هورس، تم بناء هاي السيارة من صفر باستخدام 4 سيارات مستعملة من كاديلاك موديل 1959، وكتير برضو تعديلات كتير تغيرت على السيارات. بالأساس كان مخطط استخدام سيارة كلاسيك واحدة وتركيب برج فوقها، لكن مصمم فضل انه لا، بدنا تصميم تاني مبتكر اكتر. احتاجت السيارة لتبريد مستمر اثناء مشيها، وهالاشي فعليا كان عن طريق خراطيم الري، وكانت من اكبر مشاكلها انها بتحتاج 44 جالون مي لعملية التبريد. تمتلك السيارة محرك 16 سلندر مأخوذ من سيارتين شيفروليه اللي هو محرك بيج بلوك في 8، طبعا مع شاحن مزدوج اللي هو توين تيربو بولد 1200 حصان. كان في ادعاءات انه المركبة بتوصل لسرعة 125 كيلومتر، طبعا في الحقيقة ما قدرت تتجاوز ال 95 كيلومتر بالساعة، لذلك تم التلاعب باللقطات لتبين المركبة اسرع اثناء التصوير. The War Rig هي عبارة عن مركبة طولها 78 قدم وبتمشي على 18 عجلة ومبنية على شاحنة تاترا T815. فعليا هاي الشاحنة هي كمان أحد أهم الأشياء اللي كانت في الفيلم واللي استمرت معهم الأول للأخير. الشاحنة الراس لحاله هو دفع سداسي ويستخدم للاستخدامات العسكرية، بس خضعت طبعا لتعديلات كبيرة، ومنهم طبعا نغير شكل الكابين اللي تبعت السائق ورجعوها لورا، وحطوا ورا كمان شكل سيارة. السيارة اللي موجودة ورا هي شيفرولي فيلت ماستر موديل 1947. تم إنشاء ثلاث مركبات منها بتشتغل بكامل قوتها، بس واحدة كانت عبارة عن مقصورة واللي بيتم تصوير الممثلين فيها، والمركبة الثانية هي من خارج، والمركبة الثالثة للقطات الداخلية. تاترا 815 ايش بتمتلك؟ تمتلك محرك يا جماعة 12 سلندر 19000 سي سي توين تيربو بولد 590 حصان و 2750 من عزم الدوران. طبعا بالفيلم فعليا كانت الشاحنة معدلة وفيها محركين، فبس المواصفات اللي بالفيلم ما بعرفها، انا اعطيتكم مواصفات الاصلية. بيس ميكر، تم استخدام الدبابات المتخصصة للتعدين والجيش لبناء هذه المركبة، لكن تم استبدال محركاتها الأصلية بمحركات V8، وتم استخدام برضو سيارة كرايزلر فيلنت لتكون غطاء خارجي. تمتلك المركبة محرك 16 سلندر بقوة 1200 حصان ليمشي السيارة فقط بسرعة 113 كيلومتر، مش عارف كيف. المحرك هو عبارة عن محركين شيفي V8 مع بعض ليطلعوا ال 16 سلندر. رغم شكلها اللي بيوحي بالقوة، لكن كان مصير هاي السيارة ساحة الخردة، لأنه فعليا كانت مليانة بالأخطاء، ومثلا الحامات كانت بتتكسر، كانت مو مكتملة أبدا، التبريد غير كافي، كان يضله يسخن السيارة، وبسبب المشاكل الكبيرة تم سحق السيارة بنهاية التصوير وريحوا راسهم منها. The People Eater، الشاحنة هاي تعد من أبطال الفيلم وميكس غريب. هي بالأساس شاحنة عسكرية اسمها AM General M814، معدلة بشكل كبير ومزود عليها من فوق هيكل ليموزين مرسيدس بنز W123. تحتوي المركبة على قاعدة عجلات طويلة ذات دفع سداسي، وتم استخدام شاحنتين لبنائها، واحدة للقطات القريبة والثانية للمشاهد الأكشن والانفجارات. لاحقا تم إزالة المقصورتين من الشاحنة وتم تزويدهم بهيكل مرسيدس W123. في النهاية تم تجهيز المركبات من قبل شركة مؤثرات خاصة من قبل فريق الإنتاج. المحرك المعدل فعليا ما عرفت شو مواصفاته، لكن النسخة الأساسية للشاحنة تمتلك محرك 6 سلندر بحجم 14000 سي سي بولد 240 حصان و 930 من عزم الدوران. هاي كانت 10 سيارات من فيلم ماد ماكس. فعليا في سيارات تانية بدنا نحكي عنها، ولكن هذا الفيديو فعلا غلبني كتير كتير. ولكن إذا بتوصلوا هذا الفيديو لا
50,000 لايك ان شاء الله حنعملكم جزء تاني عن السيارات التانية. احكينا رأيك في التعليقات، ادعمنا بالاشتراك، كان معكم محمد عقل.